السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ النهاردة عاملين ايه؟ النهاردة معانا تصميم كارت العميل شركة ماجيك ديزاين، استاذ محمد سليمان. النهاردة هو طلب مننا ان احنا نصمم له كارت، وكمان انا عرضت عليه ان انا اعمل له الداتا بتاعته في كيو ار. فالنهاردة هعلمكم ازاي نعمل كيو ار بطريقة سهلة وبسيطة. دلوقتي هنخش على اللينك دوت، اسكانوفا دوت فري كيو ار. اسكانوفا دوت بيتكلم عن بيعمل مثلا بنعمل كذا كيو ار، بنعمل صفحة مثلا للانترنت بتاعتنا، وبنعمل الخريطة بتاعتنا، وبنعمل لو عايزين مثلا معانا ملف بي دي اف ممكن نعمل من خلاله كيو ار، وكمان ممكن نعمل لصورة، وكمان ممكن نعمل للسوشيال ميديا بتاعتنا، وكمان ممكن نعمل كارت خاص لينا برضو يتعرض للعميل قدامه، وكمان ممكن نعمل اسمه ده كارت فرح، كارت عيد ميلاد، اللي ممكن نعمل ايفنت. الايفنتات مثلا يوم الجمعة مثلا عندنا اجتماع، مثلا يوم الجمعة عندنا حفلة. ممكن كمان نعمل نعرض برنامج، نعرض منتج لينا، وكمان ممكن نعرض كاستم بيج اي صفحة مثلا عايز تعرضها، وكمان ممكن تعرض ابلكيشن ليك خاص بيك، لو ممكن تعرض كمان اليوزر نيم والباسورد بتاع الواي فاي بتوعك برضو. كان معرض ممكن تعرض أغنية ليك، وممكن تعرض صورة، ممكن تعرض حاجات كتير. فالنهاردة احنا هنستخدم السوشيال ميديا. السوشيال ميديا فيها حاجات كتير جدا، كيوتيوب، فيسبوك، انديزاين، انستجرام، كمان لينكد ان، كمان عندنا سناب شات، عندنا حاجات كتير، وعندنا تيك توك، وعندنا سناب شات، عندنا حاجات كتير مميزة. فدلوقتي هنبتدي مع بعض. اول حاجه هنعملها ايه؟ هنكتب البيج تايتل، هنسيبها زي ما هي، سبسكرايب ويز اس، تمام. هنحط الفيسبوك بتاعنا، تمام. هنبتدي الاول بستائر الكسور، نحط اللينك بتاعها زي ما انتم شايفين كده، كوبي، وهنعمله هنا بيست. وكمان هنعمل الواتساب، هنكتب رقم الواتساب قدامكم دلوقتي. دلوقتي احنا كتبنا رقم الواتساب الخاص بالعميل، بس زودنا الاول بلس 2 علشان برضو يقرا على الموبايل. كمان احنا ممكن نزود كمان الخريطة، من ماب لوكيشن، تمام. سلام على لوكيشن، وهنكتب سيرش لوكيشن، هنكتب الشيخ زايد، الحي التاسع، المجاورة الأولى، مول العامر، تمام. عملنا اللوكيشن، تمام. بعد كده هنعمل ايه؟ هندوس كونتينيو. كده الكيو ار بتاعنا اتعمل، تمام. هنعمل كرييت كيو ار كود، تمام. كده خلاص الكيو ار بتاعنا اتعمل، هنعمل داونلود، تمام. عايزين نختار فيكتور، الفيكتور الصيغة بتاعته هنختارها SVC، تمام. هندوس عليها، وهنختار هنا نخليها بيكسل، سنتيمتر افضل، تمام. هندوس اكسبورت، كده اتضافت اهي تحت، تمام. كده ملف الكيو ار نزل، تمام. هنسحبه كده اهو، هنسحبه دلوقتي. ملف الكيو ار نزل، ودلوقتي احنا فاتحين الاستريتور، تمام. هنسحبه كده اهو، سحبناه، تمام.
فتح معانا. هناخده كنترول ايه، كنترول ايه عشان نعلم على كله، يبقى هندوس كنترول سي تمام، وهنخش على التصميم بتاعنا. احنا عملنا ستائر الكسور، ده تصميم ستائر الكسور، هندوس كنترول في، هندوس اوكي تمام، هو نزل دلوقتي معانا تمام. دلوقتي انا هفتح التصميم وهحط ال QR من خلال فوتوشوب تمام، هدوس كليك يمين اوبن ويز فوتوشوب. دلوقتي انا فتحت في ستائر الكسور على الفوتوشوب تمام. دلوقتي هجيب ال QR، دلوقتي هصغره قدامكم برضو، شيفت، هدوس شيفت شيفت واسحبه كده وهدوس انتر تمام. ادي اول كي ار اتعمل، عملناه. دلوقتي انا هسيف الكارت برضو وهسيفه قدامكم دلوقتي، وكمان هعمل برضو كي ار تاني قدامكم برضو تاني نفس العامل برضو بس في الشكل التاني بتاع الكارت. دلوقتي انا سايف الكارت كنترول شيفت اس تمام. اختار فوتوشوب بي دي اف تمام، هدوس سيف اوكي تمام، هختار هاي كواليتي برنت اوكي، هدوس سيف بي دي اف اوكي، هدوس يس تمام. كده المفروض الكارت اتسيف. هنفتح الكارت التاني، كده الكارت ظهر قدامك لما سيفناه بي دي اف اهوت تمام. هنفتح الكارت التاني اوبن واز بي دي اف فوتوشوب قصدي، هنختار اول كارت ماجيك ديزاين، هندوس اوكي تمام، ده الماجيك ديزاين. دلوقتي هنصمم من خلال الكارت دلوقتي، من خلال ما هنخش برضو نفس الاسكانوفا تمام. وهنعمل برضو سوشيال ميديا تمام، وهنعمل برضو السوشيال تمام، هختار الفيسبوك، الفيسبوك ماجيك ديزاين لسه تاير كسور ده ماجيك ديزاين، هنضغط كوبي بيست تمام بيست. تمام، وهنعمل الواتساب برضو زي ما قلت لكم، هنضغط بلس اتنين، هنكتب الرقم كده، انا كتبت الرقم. دلوقتي برضو هنعمل برضو حوار الماب لوكيشن تمام، هنكتب برضو الشيخ زايد الحي التاسع المجاورة الأولى مول العامر. تمام تمام وهندوس كونتينيو تمام، هندوس كريت كيو ار كود تمام. حلو، هنعمل داونلود للكيو ار، وهنختار اس اف جي تمام، طبعا هنختار بيكسل تمام، هندوس اكسبورت تمام. كده خلاص الكيو ار اتعمل. هنعمل ايه دلوقتي؟ دلوقتي هنخش برضو نضيف برضو الكيو ار على الفوتوشوب زي ما احنا عملناه تمام. الكيو ار نزل فين؟ نزل عندي في الداونلود.
تمام، هنعدله برضو، هندوس شيفت. وهندوس انتر. تمام، هندوس كنترول شيفت اس، هنسيف بي دي اف فوتوشوب، هندوس انتر وسيف. تمام اوكي، هندوس اوكي سيف بي دي اف. تمام هندوس يس. تمام هو كده سيف برضه، ماجيك ديزاين. تمام كده تمام. كان النهاردة وريتكم أسهل طريقة النهاردة لعمل الـ QR زي ما قلتلكم. إيه تحت أمركم في أي وقت برضو معاكم. أدي برضو الكارت بعد ما خلص وحطينا فيه الـ QR، ده الوش الأول وأدي الوش التاني، ده الـ QR اللي احنا عملناه وظبطنا المقاسات وظبطنا كل حاجة. كان معاكم المهندس اسماعيل أحمد من شركة أي تكنولوجيا لخدمات الكمبيوتر والإنترنت. متنسوناش برضو في اللايك الجميل بتاعكم والسبسكرايب. سلام عليكم.